يسعدنا النهارده كابتن عبد الستار واحنا في ملعب غزل المحله الملعب التاريخي. احنا جينا نقول لحضرتك شكرا، وسعيد كمان ان انا واقف وسط نجوم غزل المحله، كابتن عمر عبد الله يعني النجم التاريخي لغزل المحله، كابتن محمد عياد مدير الاستاد، الكابتن حسن غربيه نجم المحله، كابتن محمد شعبان مشرف الاستاد. في وسط النجوم دول كلهم النهارده متجمعين معايا علشان نقول لك شكرا، شكرا على مسيره طيبه ورائعه، سواء حارس مرمى او كمان في مجال التحكيم. ربنا يخليك كابتن اسامه، ما تحرمش منكم ولا من كرامكم، واسعدتونا ورجعتوا الروح لينا تاني. ربنا يخليك، ربنا يخليك، شكرا شكرا شكرا، الف شكر الف شكر. تفضلنا برضو على الكوره دي يا كابتن. ده ليا الشرف. فرحتونا كتير مهما عملنا قليل، وهو